في يوم التراث الفلسطيني يتجدد اللقاء لإحياء هذا الموروث الثقافي، وتجدد الجماهير الفلسطينية التمسك بهذا التراث. في محافظة رفح جسد المواطنون هذا التمسك خلال فعاليات دعت إليها لجان الشعبية حمل عنوان تراثنا إطلالة متجددة. هذا التراث له تاريخ، وأن هذا التاريخ لن نفرط به، وأن الأجيال القادمة بهذا المخزون التاريخي وبهذا التراث الثقافي المادي وغير المادي سنثبت عليه، وصولا إلى أن نضع بإذن الله هذا التراث في مدينة القدس، في المباني القديمة في القدس، في الخليل خليل الرحمن، وفي كل مكان. وبالتالي كما عودتنا مدينة رفح ومخيمها وفعالياتها، اليوم تنتصر بهذا التراث وتقول أن هذا الشعب له حاضر وله مستقبل، وأن الماضي بإذن الله سيحفظ بين ثنايا القلوب. تجول المشاركون في إحياء يوم التراث في معرض ضم في جنباته العديد من المنتوجات والمشغولات اليدوية التي تعبر عن التمسك بموروث الآباء والأجداد لتعريف الأجيال بهذا الإرث الوطني. من خلال هاي المعارض إحنا بنحافظ على هذا التراث وبنورثه كمان، بنعرف للأطفال والسيدات والشابات بأهمية المحافظة على هذا التراث ونقله عبر الأجيال. إحنا بنتمنى تكون هذه اليوم فرصة وصرخة إنه يسمعها الدكتور أحمد ويساعدنا في تسويق منتجاتنا وتوصيلنا للمؤسسات المعنية بالتراث الدولية والمعارض الدولية كلها. ويمثل التراث الفلسطيني أحد أعمدة البقاء على هذه الأرض في وجه احتلال يحاول أن يسرق ويطمس معالم التراث الفلسطيني من خلال روايات مزورة. التراث الفلسطيني قطعة قطعة هو يمثل سياج الوطن، سياج الهوية، ويمثل سردية الرواية والقصة والرواية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني. وهذا التراث هو الذي يصنع المستقبل، لأن الشعب الفلسطيني هو متمسك وما زال متمسك في تراثه وفي ملابسه وفي عاداته وفي تقاليده التي تشكل هي الأرضية الثقافية للتاريخ الشعب الفلسطيني. عندما يحتدم الصراع مع الاحتلال على هذه الأرض، يبقى التراث الفلسطيني والهوية الوطنية هي شاهد على تاريخ شعبنا وتجذره في أرضه. محمد أبو حاطب، تلفزيون فلسطين، رفح.